صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك أسباب لخشوع القلب والبكاء عند سماع القرآن؟ هناك أسباب كثيرة للاستفادة من تلاوة القرآن. أولا أن تستعيذ بالله في بداية القراءة من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وليس المراد بالاستعاذة الكلام باللسان، فاستعيذ بالله مستحضرا معنى الاستعاذة، وإلا الاستعاذة باللسان بدون فهم لمعناها ما يستفيد، ما يفيد. ثانيا أن تقرأ القرآن في حالة مناسبة، في حالة مناسبة، لا تقرأ القرآن وأنت مشوش الفكر أو مشغول البال، فإن ذلك مما يشغلك عن القرآن. كذلك تتحين الأوقات الصافية تلاوة القرآن، وأحسن شيء في الليل في تهجد في الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وهي القيام بعد النوم، قيام بعد النوم، هذه الناشئة قيام للصلاة والتهجد بعد النوم، هذا من ما يسبب الاهتداء بالقرآن والانتفاع به، لأن الشواغل منقطعة والناس نائمون، فيكون هذا أحضر للذهن وأصفى للفكر والتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.